من لا يحج هو يستطيع أن يحج. يعني معه أموال ولا يحج. من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال عمر لو جاء بمتوفى وكان يستطيع أن يحج ولم يحج لا أصلي عليه. عمر بن الخطاب لا ما أصليش عليه. يعني ربما حالة دون ذلك أحوال. لا ما الذي يحول. انشغال أعمال مرض مثلا. سبحان الله. يقول طرقت الباب لم يفتح لي. لا 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 عنده مال وطرق الباب لا لا. لا. يقدم في القرعة لا لا. لا 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 معلش معلش لما يقدم يبقى خلاص قدم. لما يستطيع أن يتقدم. ويغلق امام الباب ويتقدم لكن هو لم يفكر قط ولا لا انا احج في الشتاء انا ما احج لما احال على المعاش عشان اكون فاضي شويه انت تحج ان شاء الله في حته ثانيه اعوذ بالله او لما يكبر به السن ما ينفعش ما ينفع. ولذلك انا انصح اي انسان قادر شابا على الحج كان ام كبير قادر على الحج اول ما يستطيع ليذهب وهو صغير افضل اذا كبر الانسان في السن المساله صعبه والله الحج الان غالي جدا يا فضيله الشيخ من استطاع من استطاع من استطاع بس والنية نأخذها إن شاء الله بإذن الله رب العالمين من استطاع من استطاع هكذا لكن المصيبة يقول لك إيه أنا أبوي عايز أحج عنه أبوك هو على قيد الحياة كان يستطيع الحج يقول لا ده كان فقير كبير السن مريض أقول له سقط عن أبيك الحج ولا تحج عنه جميل هذا فهم لفقه رسول الله جميل هذا فقير أنا أفهم الفقه هكذا مرة ثانية هذه يعني النصر إيه؟ من استطاع أن يحج يعني من استطاع إليه سبيل خلاص يبقى استطاع طيب يجي يقول لك أنا أحج عن أبي طبعا حج عن أبيك طالما أنت حجيت روح حج عن أبيك الذي مات طيب بس السؤال أبوك على قيد الحياة كان يستطيع ولا لا يستطيع يقول لا والله يا سيدنا الشيخ ما كان يستطيع يعني كان فقير الحال أنا فقير الحال كان كبير السن أنا كان مريض كان مريض سقط عن أبيك الحج فلا تحج عنه وإذا كان الأب على قيد الحياة ولا يستطيع أن يذهب نعم أنا يعني كابن يعني من باب البر أذهب لا أحج عنه وأم يخرجه يعني ما أنت ومالك لأبيك يعني ما احنا ندخل هذا حديث صحيح نعم المشكلة ندخل في دوامة إيه الأب ولا الأم المشكلة نعم بعض الفقهاء بعض العلماء المحدثين يقول لك لا ودي الأم لأن الأب ممكن يرتزق يوما ما يقدر يروح يبيع حتى أرض يعمل شيء لكن الأم التي لا تملك شيء ربت بيت إيه اللي عندها لا. أنا عن نفسي أنا نعم أقول لك لا حج عليها أنت الشيخ عمر عبد الكريم أيوة لا أنا أكلم من عندي نعم ما الدليل لا يعني هي لم تستطع صحيح لم تستطع وليس فرضا زي بعض الزوجات يروح ياخد أمه ويروح يحج تعمل إيه في البيت تقول ليه شو أنت تفضل أمك علي صح إحنا رايح مشكلة. الدنيا وليه لا فرض علي ان احجج امي ولا فرض علي ان احجج زوجتي لا ده نعمله تفضلا لان يحجج الاب والام ليس فرضا ولا الزوج ولا الزوجه لا طبعا تفضل طب يعني راي فضيلتكم الذي يروح المجتمع في هذه النقطه يعني حتى على الاقل نخفف من عذاب القبر اذا كنت مثلا استطيع ان احج وابي وامي مثلا وعندي الامكانيه جزاك الله خير يعني افعلها نخرجهما يعني طبعا بارك الله فيكم أم نحج عنهما وهذا يكفي؟ لا نفس القضية واحد بس قضية واحد يجوز أن أحج عنهما؟ طبعا أما إذا مات لا يجوز أحج عن نفسي أولا طبعا لابد كما قال أحج عن شبرمة فنفس القضية هو على قدر حياة ما ينفع أحج عنه إلا لما أحج أنا برضه أيضا طبعا الله لأن أحج أنا الأول عن نفسي بعدين أحج عنهم حياة إذا كان معي مبلغ واحد وأنا أفاضل بيني وبين أبي برا به أخرج أبي أم أخرج أنا؟ برا بالوالد خلاص ما دام انت جبت البر خرج ابوك ربنا يبارك هذه النيه فعلا يعني ربنا يبارك فيك خلاص خير وبركه تؤجر بالنيه وربنا هيعوضك ما لن تحج به انت سبحان الله ان شاء الله نعم بارك يا رب الذي يؤخر الصلاه لاخر